اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا ومستمعينا، نعود للتواصل معاكم في صباح بي ان اف ام صورة وصوت، وحنتكلم شوية عن واحدة من المدارس المتميزة جدا في مدينة بحري الشعبية جنوب، وهي مدرسة الشعب الثانوية الأهلية الخاصة للبنات، والتي تأسست في العام 1951، أسسها الأستاذ ميسرة السراج، وبعدها انطلقت هذه المدرسة في مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لواحد 71 عاما، حتى الآن خرجت كثير جدا من الأجيال في مختلف المجالات المختلفة. الآن هذه المدرسة بصدد إقامة كرنفال اسمته كرنفال الشعب، وهذا الكرنفال هو بخصوص تكريم عدد من الطلاب المتفوقين وأيضا الأساتذة العاملين في هذه المدرسة، وكانت أيضا قد أقامت مبادرة للكورس الصيفي، كان كورس مجاني بالكامل، شارك فيه عدد كبير جدا من التلاميذ حتى من خارج مدرسة الشعب، كان فيه أيضا شغل بتاع تنمية بشرية وكورسات أيضا لزيادة مهارات التلاميذ فيما يخص التعامل مع الحاسوب وما إلى ذلك. عموما الكرنفال هو حيكون بكرة السبت، ودي دعوة برضو لأهالي بحري ولسكان الشعبية جنوب لحضور هذا الكرنفال المتميز لمدارس الشعب. أنا معي داخل الأستوديو الأستاذ إبراهيم أبو بكر السراج، وهو مدير العلاقات العامة والتسويق بمدارس الشعب. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك، وبعبرك أشكرك وأشكر قناة النيل الأزرق على هذه الاستضافة. أتمنى أنه إحنا إن شاء الله نكون خفيفين على المشاهدين في هذا الصباح الجميل. الله يخليك. بداية خلينا نتكلم عن يعني هذه المسيرة الكبيرة الحافلة بالعطاء، 71 عام، ما يميز هذه المدرسة، مدرسة الشعب؟ والله طبعا الحاجة اللي بتميز مدرسة الشعب، أول شيء طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ندخل في ما يميز مدرسة الشعب. مدرسة الشعب طبعا من المدارس زي ما قلت هي الرائدة في مجال التعليم الخاص في السودان، هي أول المدارس في السودان. طبعا تأسست زي ما أنت قلت فضلت في العام 1951، أسس الأستاذ العميد ميسر السراج رائد التعليم الأهلي في السودان. طبعا التأسيس بتاع المدرسة دي يعني كان قبل الاستقلال بتاع السودان، وهي كانت طبعا من ضمن التحديات اللي قام بها الأستاذ ميسرة، وواجه صعوبات شديدة كانت من المستعمر، التضييقات اللي حصلت عليه والمشاكل الاعتقالات، إلى أن استقلت البلد بحمد الله وانطلقت يعني زي ما بقول شنو بشكل رسمي بعد الاستقلال يعني. ولدت بأسنانها. نعم. طيب الآن أنتم بصدد قيام الكرنفال بكرة السبت، تكريم عدد من الأساتذة كانوا مشاركين في المبادرة اللي أطلقتوها الكورس الصيفي. الكورس الصيفي طبعا هي تعرف يعني بالنسبة للمبادرة دي، طبعا نحن استحضرنا المبادرات تحت السيد المؤسس العميد ميسر السراج، هو طبعا من رواد المبادرات في السودان، يعني هو دائما يعني هذه البلد بيعتبرها بلد معطاء جدا جدا، بيقول يعني هذه البلد لها فضل على كل مواطن، يعني من حق اي مواطن انه شنو يقدم الحاجه اللي بيقدر عليها في المجال اللي بتخصص فيه. فهو طبعا كان من الناس اللي عنده مبادرة يعني، أو زي ما بقولوا شنو السباق أيوة في مبادرات. فمن ضمن هذه المبادرات كانت أطلقناها في هذا العام هو مبادرة الكورس الصيفي المجاني. الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية الضاغطة بتاعت البلد يعني لازم كان أن احنا نبادر بحاجة نخفف على هذا على عاتق التلاميذ وأولياء أمور التلاميذ،
فعملنا هذه المبادرة، مبادرة الكورس المجاني. أكدنا إنه حاجة يعني شنو، إنه يكون مجاني من غير أي رسوم للتخفيف على الطلاب، بالتالي مساعدتهم في تأهيلهم الأكاديمي والاستعداد للعام الدراسي الجديد. فالحمد لله كانت مبادرة ناجحة، من طلابنا داخل المدرسة ومن خارج المدرسة كانت يعني زي ما بقول شنو فوق الوصف، يعني كان نجاح فوق الوصف. نعم. عبرك عبر تفاعل كبير شديد يعني عبر هذه القناة. خلينا نشكر أساتذتنا الأفاضل اللي شاركوا في نجاح هذه المبادرة، وكمان أشكر من حيوم لأنه هم برضو شاركوا في يعني مبادرة مجانية. سبحان الله، يعني تدي دفعة كبيرة للطلاب والله. يعني انا لو قعدت اشكر فيهم يعني ما هو فيهم الحاجه اللي عملوها، يعني ربنا يخليها في ميزان حسناتهم. وكمان اشكر الطلاب يعني اللي هم يعني شنو تحملوا الضغط خلال الاسابيع اللي فاتت. كان طبعا بنشتغل احد ثلاث خميس، البرنامج بيبدا ضاغط من 8:30 الى الساعه 1:30، قاباته ذاتها كانت بسيطه شديد يعني. نعم. وشكرا لكم انتم اصحاب المبادره طبعا. لا طبعا لكم القدحه المعلى. طيب نتكلم استاذ ابراهيم عن التسجيل العام الدراسي الجديد. والله انا طبعا انت قبل سالتني يعني الجديد اللي الحاجه اللي بتميز مدرسه الشعب، انا اقدر اقول لك الحاجه اللي مدرسه الشعب هي رائده في مجال التعليم، فخر صناعه الاجيال يعني. الحاجة اللي بتميزنا شنو؟ البيئة الأكاديمية بقت مفقودة حس حاليا شنو؟ في السودان هنا يعني، معليش يعني أنا ما داير أعمم التجربة، يعني هي تجربة ربحية أكثر من إنها شنو؟ صحيح. يلا الحاجة اللي بتميز المدرسة، يعني إحنا عندنا رسالة أكاديمية واضحة عايزين نوصلها، يعني أنا زي ما قلت لك الأستاذ ميسر السراج دائما غرس جوانا مبادئ كثيرة جدا، أهميتها هي دائما هو شنو؟ التعليم للجميع. يعني هو دائما اطلق مبادره زي دي من بدري، طبعا هي كانت من ضمن الشعارات بتاعتنا في المدرسه، هي التعليم للجميع من غير تمييز بين عرق او لون او جنس. فنحن في المدرسه بنستهدف جميع الطلاب، يعني اللي هو اي طالب بيلمس في نفسه انه الرغبه انه عايز، انا والله يا اخي عندي طموح، لانه الان في مدارس خاصه الان بتستوعب يعني أيوة. الطلاب اللي بيكونوا احرزوا نسب معينه. ايوه مثلاً. فوالله يا اخي في الحاجه دي انا طبعا المدرسه دي قائمه على التحديات. نعم. دائما ان احنا اي نسبه من النسب ان احنا شنو بنتقبلها، اعتبره ده نوع من التحدي. نعم. لانه انا ما بعتبر الليله انا مثلا الليله ما اجيب لي زول يعني زي ما بيقولوا قفل المنهج وجيت خد، ما عملت شيء يعني. صح. انا الليله جبت لي طالب متميز انا، لكن التحدي الدور الحقيقي بيظهر أيوة في صناعة النجاح. فهو ده التحدي، يعني المدرسة دي قامت على تحديات، وده من ضمن التحديات بتاعتنا ان احنا نخلق البيئة الأكاديمية اللي بتساعد الطالب انه شنو يتميز أكاديميا، بنحل له المشاكل بتاعته زي الدكتور يعني. احنا المدرسة بنعتبر روحنا شنو يعني وفي كثير اكيد من المشاكل أيوة. النفسيه اللي ممكن تاثر طبعاً على التقصير الاكاديمي. دي الحاجه اللي احنا هنا في المدرسه يعني راعينا، حتى الجديد في المدرسه في هذا العام احنا دخلنا الجوانب بتاعت التنميه البشريه. نعم. حصص بتاعت التنميه البشريه دخلناها للطلاب للطالبات، بحيث انت عارف المرحله السنيه دي بتاعت الطالب بتكون في طبعا شويه بتاعت زياده فقد بتاعت التركيز، الحته بتاعت الـ زي ما بقول المرحله بتاعت المراهقه. صحيح. في متغيرات أيوة. كثيره بتحصل. يلا الجانب بتاع التنميه البشريه ده احنا هنا في السودان طبعا كنا بنهمله اهمال شديد، يعني هنا في السودان انا اعتبر انه ان احنا كطلاب يعني قبل لما كنا طلاب يعني اهملوا لنا الجانب ده شديد يعني. فهو دي من الجوانب المهمه، جانب التنميه البشريه هو جانب زي ما بقول شنو الجانب يعني هنا العالم كله قدامنا بينهض بالمجتمع بتاعه، التنميه البشريه دي بتنهض بالمجتمع بالمناسبه. صحيح. لانها بتزيد الثقه في الطالب، الخوف والتوجس الحاصل للطلاب في هذه ايوه التعامل مع الضغوط، فدي كلها احنا ركزنا عليها حتى. نعم. اديناهم جرع بتاعت ثقه، زياده بتاعت ثقه بالنفس يعني. كانت يعني الطالبات اشادوا بها اشاده شديده جدا حتى. نعم. لمسنا الثقه بتاعت الطالبات في المدرسه، الثقه في التعامل في الالقاء في
في فنون القيادة، يعني تكلموا يعني سبحان الله كثير يعني فيهم. طيب شديد. طيب أستاذ إبراهيم، ونحن ماشيين على نهايات حوارنا القصير معك والمثمر أنا بعتبره، لأنه نحن بنتكلم برضو عن يعني مؤسسة تعليمية رائدة في السودان وفي منطقة بحري بشكل خاص. رسائلكم لكل الطلاب الجدد الآن طبعاً، رسائلكم للأسر الآن اللي بتتابعني عبرك، أنا طبعا حسي حاليا بقول إنه إن شاء الله التسجيل مفتوح لكل الفصول، الفصل الأول والثاني والثالث. نعم. إن شاء الله في مباني المدرسة، إن شاء الله زي ما قلت أنت بكرة عندنا احتفال هنقيمه بمناسبة نهاية المبادرة بتاعتنا المجانية دي، فيها تكريم للطلاب بتاعنا الطالبات المتميزين، بالإضافة لتكريم للأساتذة. البرنامج طبعا بيبدأ من الساعة 10 صباحا، برنامج ثقافي فيه تخللوا أغاني، سكتشات كوميدية، بالإضافة لمسابقات، يكون في مسابقات سحب جوائز مالية، وعندنا منح نقدمها. طبعا المدرسة في هذا العام أدخلنا الحتة بتاعت الشراكات الخارجية، عندنا حس حاليا إن شاء الله في سبيل تمييزنا الأكاديمي. نعم. شراكة مع المجلس الأمريكي للتعليم التقني والتعليم الأكاديمي والتقني، بالإضافة للمجلس العربي الاتحاد العربي للخبراء والاستشاريين. نعم. ده كله عشان شنو؟ أنا الليلة أنا عايز أصنع طالب متميز. صحيح. أنا الليلة داير الليلة أنا يصب في نجاح العملية التعليمية. أنا الليلة عايز طالب متميز يتميز لي عن جميع الطلاب في كل المدارس. أنا صحيح. الليلة خدت هدف معين، أو المدرسة خدت هدف ومشروع معين مختلف عن كل الأعوام. نعم. الفاتح. ليس أكاديميا فقط وإنما في مجالات في كل المجالات. نعم. بالإضافة بالإضافة لحتة بتاعت التكبير، أنا تكلمت فيها حتة بتاعت الحاسوب. نعم. الكمبيوتر أنا طبعا استعنت بخبراء أجانب وسودانيين في هذا المجال، هو طبعا الحاسوب أصبح الآن الأمي هو ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي هو الذي لا يستطيع التعامل مع الحاسوب. نعم. أنا حاولت في حاولنا في هذا في المدرسة انه ننهض بالحته بتاعت الكمبيوتر دي بالنسبه للطالبات، نزيد لهم المهارات، نطور لهم مهاراتهم من خلال البرامج التطبيقيه في الحاسوب، من الطباعه للعروض التقديميه الباوربوينت. نعم. الاكسل الاكسس دي تدي الطالب يعني دفعه فيما بعد، حتى تدي صيغه وفي النهايه في حوجه لها، حتى في الشراكات اللي قلت عليك دي. انا الليله الطالبات بتاعي انا عندي كورس بتاع كمبيوتر. نعم. هكون عامله من خلال الدراسه في العنايه، بدي الطالب الشهاده يعني شهاده بتاعت كمبيوتر يعني. نعم. غير الدراسه بتاعت الحاسوب العادي اللي هو الحاسوب الاكاديمي. نعم. بيقروه في المدرسه ان شاء الله. نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذ ابراهيم ابو بكر السراج، مدير العلاقات العامه والتسويق في مدرسه الشعب التعليميه الخاصه الاهليه الثانوية للبنات. شكرا جزيلا. أشكرك كثير وأشكر عبر قناة النيل الأزرق على هذه الاستضافة، شكرا بالتوفيق إن شاء الله. اللهم آمين. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. وبنتواصل معكم مشاهدينا ومستمعينا، حنهدي لك غنية لكل يعني أهلنا في بحري ومدرسة الشعب بصورة خاصة مهند، ونتواصل معكم مشاهدينا، خليكم معنا.